الحمد لله الله ألهمنا واهتدينا إلى تربية هذا النسناس فصيلا من القرود، حيوان أليف مع البني آدم، يعني ممكن تتعامل معه لكن بظل هو حيوان، لكن إذا أنت بتتعامل معه بإخلاص هو بيخلص إليك وبسمع الكلام. أي نعم ذكي، لقيناه بدخل السرور في قلوب الناس، بدخل الفرحة. يعني لما تدخل عبيت ومعك قرد، حاجة غريبة عند الناس، حاجة قرد داخل عندهم بفرح وكل البيت، يعني اللي عن بكرة أبيه بيستعد، واللي بده يصور واللي بده يأكل بينبسط. وهذا الحيوان أليف ممكن يأكل من أي طفل صغير من الكبير. سميته ولهان، يعني أعجبني الاسم، ولهان اسم غريب يعني، فأعجبني الاسم سميته هذا الاسم. يوميا هذا صباحا عندي في الكراج، هو ببيته في الكراج. صبح أول ما بصحى من النوم بروح بأفطر أنا وياه، وبعدين بأصطحبه وباخده على الباب، عندي قفص له على الباب، حتى الأطفال هم رايحين ينبسطوا بيجوا بدور عليه دورة، بلعب مع الأطفال وبنبسط هو وياهم، يعني بيبقى صديق لهم. وبعدين بأخده لفة في المدينة هيك، حتى أهل المدينة كلهم ينبسطوا ويدخل السرور في قلوبهم. تلاقي كل المدينة بتلفت الأنظار، قرد على العربية ماشي، قرد ماشي في الطريق. الناس تعودت إنه القرد بس في جنينة الحيوانات، لكن هذا حيوان ممكن يعيش بين الناس بس الناس ما تأذي. لكن لو الناس أذته بشرط وبصير بيرجع لطبيعته قرد، بده يتعفرته هذا. لكن طوله هي الناس بتتعامل معاه بمعاملة حسنة، بضلوا بيتعامل مع الناس يعني بطبيعته كحيوان أليف هيك بده يتعامل معه. لأن ما فيش مكان بروح فيه إلا بلاقي الناس مسرورة جدا، يعني في منتهى السرور والمنتهى الانبساط. يعني بزور فيه أرحامي، قرايبي، بناتي، بنات خواتي، بنات أختي، بنات إخوتي، قديش بفرحوا لما يدخل عبيت عندهم القرد. حاجة عمرهم ما شافوها ولا عمر حسوا فيه. شفت اللي يعني الإخلاص في هذا الحيوان، يعني حيوان لما نطعميه بحس انه هو يعني له صديق قربه، لما بس مجرد ما تجي بصير يعطي لك اصوات انه فرحان انه انت اجيته.